خوتي المغاربه مرحبا بكم. اللي ورايا راسبوتين واحد من اشهر يعني الشخصيات في روسيا، كان في زمن القيصر وكانت نهايته خايبه. سي عبد اللطيف وهبي وزير العدل، علاش درت الصوره ديال راسبوتين مع عبد اللطيف وهبي؟ طبعا لا قياس مع وجود الفارق، وطبعا لا نتمنى نهايه السي وهبي كما كانت نهايه سي راسبوتين، وكاين اختلافات. المشترك هو ما تسبب راسبوتين بمشاكل للقيصر. راسبوتين واحد الانسان ود فلاح بسيط ود عائله فلاحيه، قدر يوصل الى مربع الحكم مع القيصر وبدا كيدير المشاكل وكيحكم في البلاد والعباد، وكان الى جانب اسباب موضوعيه من الاسباب ديال اندلاع الثوره 1917، هو ساهم، ماشي كان هو السبب الرئيسي، حيث هو دار المشاكل للبلاد وخلق الازمه. كان بنك هنا وجه الشبه مع وهبي، كان اعتبر ان اليوم وهبي وجهه نظري ديالي خرجاته وتصريحاته يعني بحال ديك الخرجات وديك التصرفات اللي كان كيدير راسبوتين اللي كانت سبب المشاكل للقيصر. اليوم كنعتبر الخرجات تاع وهبي هي كدير مشاكل للبلاد. ونذكركم فقط باش ما تسماش غير كنهضر، كتعرفوا بان المغرب خدا واحد المعركه كبيره تجاه بيكاسوس. برلمان والمؤسسات كلها الدولة كتقول هادشي لا علاقة لنا به. خرج هو عبد اللطيف هو وزير وعدل وقال أنا كنعرف التقاشر ديال رجلين، يعني بمعنى راه أوحى كاين اللي فهم أنه كيتجسس، ديك ثقافة التجسس الأوروبيين والعالم كيسعوا بأن وزير يتجسس. أخلق مشاكل لا حصر لها، ثم خلق مشاكل اجتماعية في العلاقة ملي كان امتحان ديال المحاماة، ملي قال ولادو ما عرف شنو قال باه لاباس عليه ولا ذاك النقاش اللي قال، خلق كذلك واحد التوتر واحتقان اجتماعي. التصريحات اللي دار على أصحاب لاديان، التصريحات اللي دار على المحامون، دائما يخلق المشاكل والزوابع. اليوم وتصريحات اللي دار على جمعيات المال العام تقدم الشكايات وان وزير العدل هو اللي يدير الشكايه. اليوم ساعرض عليكم تصريح خطير جدا جدا ديال السي عبد اللطيف وهبي ولكم الحكم بخصوص حريه التعبير. سمعوا. الدنيا وقال لها فيه مساس بحريه التعبير. دابا الفيسبوك شنو فيه؟ فيه الابتزاز، فيه التشهير، فيه الاستغلال، وفيه الاهانات، وفيه الكذب. نمشي معاك. اولا الكذب ماشي جريمه. وإلا أنت غتتابع، حيت قلتي ما يمكنش نكون أنا حكومة نكون وزير، أنا باغي نكون رئيس حكومة، إذا كذبتي، كان خصك تتابع بهذا المنطق. إذا الكذب ما تهضرش، الكذب ليس بجريمة إلا غتتابعوا كاملة أنتم الحكومة، لأن كل شيء كيكذب في الوزارة. ثانيا الابتزاز، أنا نحبس معك هنا ونمشي. دابا أنت كتهضر على الابتزاز، إذا سمعك شي واحد هنا كتهضر شنو يقول؟ يقول هذا وزير كيهضر على الابتزاز والتشهير وكاين فراغ تشريعي، ما عندناش نصوص. نمشيو للقانون الجنائي الفصل 538، من حصل على مبلغ من المال او الاوراق الماليه او على توقيع او على تسليم ورقه مما اشير اليه في الفصل السابق وكان ذلك بواسطه تهديد بافشاء او نسبه امور شائنه سواء كان التهديد شفويا او كتابيا يعاقب بالحبس من سنه الى 5 سنوات وغرامه من 200 الى 2000 درهم. 539 في جميع الجرائم المشار إليها في الفصول هذا الفرع يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان. إذا ها هو عندنا العقوبة، عندنا 50 ديال الحبس على الابتزاز وهذا الشيء اللي هضرت عليه، ما كاينش فراغ تشريع. إذا على واش كتقلب السي وهبي؟ عندك نص واضح. الابتزاز الرشوة كاينة نصوص، التشهير كاينة نصوص، الكاذب ماشي جريمة. مزيان نرجع لك السي عبد اللطيف وهبي ونكمل معك. الدنيا وقال لها فيه مساس بحال التعبير. دابا الفيسبوك شنو فيه؟ فيه الابتزاز، فيه التشهير، فيه الاستغلال، وفيه الاهانات، وفيه الكذب. حتى تمسكي تقول لك لا راه مسيت بحريه التعبير. حريه التعبير ما عمرها كانت وسيله سلبيه، حريه التعبير كانت دائما وسيله ايجابيه لتطوير الحياه المجتمعيه. ماشي هي نبقى نسب في الناس ونصفهم وفي الاخر نحيط عيط له تقول له هادشي كتبتي تا هو دور معايا. كاين اللي قابل غير هادشي. واللي دار لي اليوتيوب وتيهضر كيما بغى ويقول اللي بغى. خصني ندير واحد الكوكبه ديال الناس مكملين واخا كتمعني علينا ما كاين باس. انا نمشي معاك وحده بوحده ياك. ها انت وشوف وشوف شوف 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 السي عبد الطيف شي ها انت السي عبد الطيف حيث انه باستقرائي كيقول اللي بغى ياك. شوف انت اش كتقول في قضاة المملكه المغربيه في خليفه الله في الارض في نائب جلاله الملك شوف كتقول فيهم. حيث انه باستقرائي المقال المنشور
يتضح أن الأستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط وصف القضاء بأنه تلقى تعليمات من جهات معينة بإصدار حكم البراءة في قضية العفورة، نظر العلاقة القديمة التي كانت تجمع بين مجموعة إدريس البصري والضحاك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على اعتبار أن الوزير المخلوع هو من رشحه آنذاك لهذا المنصب حسب ورد بالمقال. وأضاف السي وهبي حسب نفس المقال متسائل عن دور الرئيس الأول في صدور هذا الحكم، ما هي قدرته في التأثير على الهيئة القضائية، مضيفا أن رئيس الهيئة المصدر للحكم هو أحد عناصر إدريس الضحاك، إضافة إلى أنه توجد داخل الهيئة عدة أسماء محسوبة على إدريس الضحاك، متهما كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جمال سرحان قاضي التحقيق لديهم بالتقصير بحالتهم على المحكمة بعدم اجتهادهما لإيجاد ملف قوي وبعدم تمييزهما بين أصول الوثائق وصورها موجيا، حيث أن الأستاذ عبد اللطيف وهبي بتصريحاته هذه مس باستقلالية الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة كهيئة قضائية بالمملكة وباستقلالية 30 قاضيا حين وصف رئيس الهيئة المصدر للحكم القاضي ببراءة العفورة ومجموعة من أعضائها بالمحسوبين على السيد إدريس الضحاك، وبالتالي استقلالية الهيئة كذا كذا، وحيث أن مقام به الأستاذ وهبي يشكل مسا خطيرا كما سبق باستقلالية هيئة سماها الدستور 2011 إلى درجة سما بها دستور المملكة المغربية إلى درجة يعني سلطة، وفي السلطة القضاء وهي السلطة القضائية وقدفا في قضاة أجل لا أعطوا للقضاء في بلدنا الكثير مشهد وليها حكمت المحكمة. وشي دابا أنت اللي كتعطي الدور وشي صوابق كي دايره مسيتيه بشكل خطير القضاء، إذا حرية التعبير مشي معك دابا أنت هذا الهجوم اللي عندك أنت براسك كتقول ضحيتها، ها انت دابا قصتي القضاة ديال المملكة المغربية بتلك التقيرة يوتيوب وتيهضر كما بغى ويقول اللي بغى، وانت دابا قلتي اللي بغيتي في الهيئة القضائية وفي الضحاك وكذا وخديتي راه قلتي اللي حنا قلنا هادشي اللي قلتيه انت، انت خصني انا ندير واحد الكوكبة ديال الناس مكاملينو غير هو، علاش غادير الكوكبة؟ قالنا صدر مالك وفقير وفقير ما كانوش كوكبات في عهد إدريس البصري ما كانش كيدير الكوكبات، مالك كدير الكوكبات مالك علاش انتوا مزيرين من الهضرة علاش تقابلنا؟ بغيتش عارف فهم هذا كيتسمى الخوف، علاش تقابل انت خلي بنادم يهضر دير كوكبه علينا كي اعتراف ما كيكون شي واحد سوق خاوي اللي ما عندوش مصداقيه ما كنتسوقوش له ما كنتسوقوش له ما صافي شي واحد دول المستوى ما كتعمرش راسك به. انا اليوم صيفطوا لي شحال ديال الناس بزاف على شي تسجيل صوتي خرج اليوم هاك قيس جلاله الملك لا صافي تبقى تهضر صافي معروف شكون قالوا ما الله ما نضيع الوقت شي قلنا حنا شحال هادي ورفع على جفتي القلم صافي. اذا علاش دير لي كوكب علاش علاش دير كوكبه علاش 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 غدير كوكبه والعداو انا ما ساليش شنو عندي مسؤوليات عندي اشغال وعندي كذا لهذا خصنا نشددو وغنشددو غنشدو غنشد عمركم شفتوا شي وزير اش قلت لكم كيدور المملكه اش قلت لكم راس بوتين ضر روسيا سميتها ملكة زوجة ملك لويس السادس عشر كانت سميتها مارتن وقيل أنطوانيت ولا ماري أنطوانيت إلا ما خانتنيش الذاكرة أعتقد ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر. الناس كانوا غاد للثورة غاد للقصر واش كيقولوا في الطريق تصور غاد للقصر تيقولوا عاش الملك شنو الميساج كيما الناس راه ماشي ضد القيصر راس بوتين. هاد في تاريخ ديال البشريه دائما قليل البشر بطبعه تيكون متشبث بالحاكم لان الاستقرار الملك راه دائما اللي كيخلق المشاكل بحال دابا التاريخ شكون خلق المشاكل قد افقي ومش داكشي اللي صنع البصري والعنيقري والمسؤولين ديال الدوله والوزراء والبرلمان هما اللي كيخلقوا المشاكل للحاكم بحال هاد التصريحات دابا. انا بالنسبه لي دي مش كيما كتقول في بيكاسوس كنعرف تقاشر تخلق مشاكل كيما كدير تصريحات في عدد من الحوايج. دابا هذا الكلام انتوما حنا كدول اش كنقولكم دابا الخطير في حزب البام هو انه ربما اقتنع بان وهبي اصبح ضررا على الحزب فبعدوه حيت اخنوش مؤتمر ولا امين عام الحزب بقى امين عام بن كيران كان رئيس حكومه والحزب ها هو على الاخر نزار بركه دار مؤتمر وبقى امين عام حيت كتبقى علاش وهبي ما بقاش امين عبد البار لانه اصبح يضر الحزب والحزب عاقب انه كيضر بتصريحاته تصريحاته كتضر الحزب فبعدوه والخطوره بعدتوه على حزب ما قدروش بعدوه على دوله ولا شعب
دابا حنا كنقولوا المنظمات العفو الدوليه وهيومان رايتس واش مرا سمع حنا عندنا حريه التعبير وكنخرجوا بلاغات وكيجي وزير وسط البرلمان وتيقول علاش سنتشدد العداوه سنتشدد تيقول عرفتي تصريح شحال خطير غنتشدوا اكثر من داك التشدد ديال 4 سنين طاوجني 5 سنين على تدوينه دابا السي وهبي دابا غير غنفهمك دابا انت محامي وغدار ما تبقاش وزير فين هو الرميده السي وهبي فين هو بن عبد القادر عرفتي السي وهبي كلكم كتوقع عرفتي ملي كيسالي الوزير من الوزاره كي كيولي في الشارع وفي الزنقه راك ما تبقاش وزير وهبي رايح حاكمك التاريخ والشعب شيل الكلام اللي حرام عليك والله حتى حرام عليك السي وهبي اقسم بالله كراش نقول والله الا حرام عليك حرام علاش حرام انت عندك الوضع مخنوق في المغرب الناس كتهضر دابا حنا دابا عندنا في شبعين الحريه والعالم باسره الديمقراطي مؤخرا يتجه نحو هذا النوع من انتقادات كيديها المحاكم المدنيه نزاع مدني سير تشير سير طلب تعويض فلوس ولا التعويض راه ضرر ما قدرش يخلص ديك السي كيمشي نتوما المغرب غادي هكا والعالم غادي هكا المغرب عاد ديالك يتشدد في هذا الشيء ديال الهضره وديال الفم الله يلا حشومه والله العظيم الا محشومه بكل ما تحمله الكلمه من معنى حشومه زعما تاريخ زعما نقول لك بمنتهى المسؤوليه حشومه عيب 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 تقول هذا الكلام انت عندك قانون فيه 50 ديال الابتزاز عندك 50 في القانون اش باغي تزيد تشدد شاد دير الاعدام ولا وانت عندك 4 سنين ديال الطوجني شنو بغيتي بغيتش نجبد واحد الهضره واحد السيد سمعته كان كيهضر يقول لك عاوتاني عا كنجاوبو قال لك فهد الحسن فهد محمد السادس ما شنو قال لك تحكمت كيصور انه ملي كان في المغرب كان العنف وكان القمع فحكم ب 4 سنين لانه انتقد الملك محمد السادس ولا قال شي حاجه في الملك على ما قال هو واحد الصحفي المهم انا والله ما باغي نسميش من تما قولوا على فكره انت انتقدتي الملك محمد السادس وديتي 4 سنين والطوجي انتقد وزير العدل دار 4 سنين اذا شكون اللي اختار هذا الوقت دابا الوقت فيه صعابت فهذاك العهد كتجي كترسم الوزاره وكترسم مسؤول منين الناس كانوا يكتبوا على العنيقري وكتكتب على الميداوي والناس ديك اللحظه كيخرجوا اللائحه ديال الجلادين شكون المسؤولين سنه الجلادين كتنشر ورسوم كاريكاتوريه وكاين اللي يهضر على الاماره وكيهضر كيما بغيتي دابا هضرتي على وزير العدل دير 4 سنين شكون اللي اختار الاستاذ دابا هو اخطر فتره في المغرب في الحريات وانا عطيتكم صوره تهضرتي على وهبي 4 سنين في ذاك الوقت هضر على الملك 4 سنين مشيو تبه التحليل اليوم الناس كيمشيو بلا فكيفاش تشدوا والتشدد هو اللي كيصنع الخوف شنو اصل النفاق المغاربه هو التشدد الناس ملي كتشدد وكتلقى راسها مخنوقه كتبدا تنافق كتبدا تخاف كتبقى تعبر بطرق ملتويه وزير العدل المغاربه تيقول لكم دابا انتم تيقول لهم سنتشدد الساعه تسميوها حبل التعبير ولا تسميوها اللي بغاو شكرا شوف غادي نتشدوا وبغيتو تسميوها اللي بغيتو حنا غنديروا غنتشدوا قدام العالم عندي واحد السؤال كنطرحه علاش بعض المرات تيقول لك المثليه بما يتعلق بالمثليه كاينه ضغط على المغرب تيروج هذا الهضره وان المغرب جزء من الاسره الدوليه واتفاقيات وكذا وخاص المصالح مثل كتخدعوا وعلاش ملي كتضغط هيومان رايتس ووش ومراسل بلا حدود ومنظمه العفو الدوليه والخارجيه الامريكيه والعالم كيضغط من اجل الفراش ولا الحريه علاش ما كيوقعش الخضوع زعما لماذا يوقع الخضوع في هذا المستوى غادي تشدد ياك شنو قلت يا سي وهبي انت غادي تشدد علاش غتشدد اللي يعبروا وانت براسك سمع اش قلتي سمعوا المغاربه شحال خطر هذه الهضره لا يريد ان ينتقد من لا يريد ان يشتم من لا يريد ان يهان من لا يريد ان يخال لا يكون وزيرا يبقى في دارو يعني الوقت غير كتقبل تكون وزير وتقبل بها الاشياء كلها وتقبل بها وانت تبتسم وانت تقبل بها وتعانق من قالها لك ولي قال لك بغيتي تكون وزير خاصك تقبل يسبوك ويشتموك ويهينوك قال لك لا قال لك خاصك داك اللي يسبك ويشتمك وهانك سير عنقو عنك تيطاوجني سبك باش بمعنى اخر هذا الموقف اللي قلتي ديال التشتت واش ديالك ولا ماشي ديالك واش ديالك دابا حنا امام جوج حالات هنا قلتي واخا يسبك لا بغيتي تكون وزير واخا تسب واخا تشتم واخا عطيتي تفويض للشعب هانيه ولكن عندك متابعه الطوجني كيفاش
وعندك دابا في البرلمان كتقول التشدد. اذا شكون اللي قال لك قول هذا الكلام؟ واش هذا ماشي خطر يوليو الناس يفهموا على انه راه محكومه كما تيقولوا عباد الله؟ واخا غنمشي لواحد الاشاره خطيره جدا بكل ما تحمل الكلمه من معنى. انا نقولها لكم، عبد اللطيف وهبي شنو قال في البرلمان بخصوص سميتو بخصوص هادشي ديال لي زوطيل؟ قال لك اللي كيمشي لي زوطيل ما عندوش الحق دوك الموظف يطلب منك عقد الزواج. خينا وخيتي مشي شغلك، يدخلوا داكشي شغلهم مزيان. خطر 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 خطر. نقول لكم علاش. غيخرج اليوم كنقرا في موقع الكتروني فاس السلامات العامه اتصلت بلي زوطيل قالت لهم ما تبقاوش تشدوا من عند الراجل والمراه من ديال لوطيل، ماشي شغلك في عقد الزواج، واعطيهم شومبر ينعسوا بجوج خير يكونوا ولاد المدينه يدخلوا يسدوا عليهم. دابا في المغاربه راه فرق بين القانون اش كيقول وحنا كيفاش كن. انا كنهضر معكم بالقانون. دابا الاسلام والمغرب لو بقيتي تتأمل فيه تهبل، كتمشي للدستور كتفتحوا الاسلام دين الدوله. الاسلام هذا الاسلام دين عنده تعاليم وعنده توجيهات، وجاءت بصيغه الالزام ولا بصيغه الاختيار؟ واش هذا الاسلام بحال شي طرف ولا شي جانب ثقافي اولا دين خص فيه قواعد يجب؟ وهذا الاسلام واش الاسلام دين الدوله؟ مزيان زيد اش كيقول رسول الله؟ وما اختل رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما. يدخلوا البيت وينعسوا خينا وخيتي. اذا تقع المواقعه ما كاين باس، حتقول لي حريه فرضيه مجتمع حداثي ما كاين باس انا معاه، ولكن حنا حكم بيناتنا هو القانون، به كنملكوا الارض، به كنهبطوا للحبس، به كنعيشوا بالامن. القانون هو نفرطوا فيه لا ما نفرطوش فيه. اذا مشيو للقانون الجنائي مزيان، اش كتقول في الفساد؟ عندي عقوبه. اش كتقول في الدعاره؟ عندي عقوبه. اش كتقول يو كيفاش داك خاين ما يدخلوا مالو غا حر داك الشيء قصاره وصافي قال قانون. واش انا ما كنعطيكوش عاد شدوا معنا راس الخير راه تهبلونا؟ عنده في القانون كيجي القانون كتلقى يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبالغرامه من 5000 الى 2 مليون درهم كل من اعد او ساهم في اعداد وكر للدعاره او البغاء او الفساد او ساهم في استغلاله او ادارته او تشغيله بصفه مباشره او غير مباشره او قدم المساعده لاي شخص من اشكال ممارسه الاباحيه او جنسيه. ها هو سميته فندق. المغاربه غنسولكم بصدق، كاين بعض المدن في المغرب انتم ولاد البلاد هادشي كيعرفوا القاصي والثاني، ما كاينش فنادق، راه هي اوتيل واجهه وكاين في الخلفيه، شنو كيدار فيها؟ دابا انت درتي لي فندق بالوراق على اساس فندق، ولكن انت راه وكر للدعاره راه داخل ما كاينش فنادق تسدو بسبب هادشي. واحد المدينه في الشمال ما كاينش اوتيل تسدو. اكادير شنو كان وقع في واحد ماشي كاملين كنقول لكم بعض هاجو المغاربه ما كاينش دابا علاش كنبقاو نكذبوا؟ علاش ما كاينش واحد الحمام تركي ولا ماعرفتش كيتسمى ماعرفتش كتسمى سبا والله ما كنعرفش ديك السميه. الزميل الزميل محمد الطوبي الله يسمح لي منه انا نقولها له دابا والله الله يسمح لي منه مشى دار واحد المجهود في واحد انا ما قال لي حميد غنمشي ندير واحد التحقيق وما ركزتش معاه كنت مشغول. مشى جاب لي هذيك الماده مشى سمع من عند شي ناس وبغى يتاكد وقف على داك الشيء هنا في حي الرياض. راه باقي دابا انا وياه في نقاش في نقاش من حيث نشوفوا غير الاخراج داك الشيء زعما. قلت له واش هذا الشيء كيوقع؟ قال لي يا حميد انا مشيت ها هي الواجهه سميته ها هو بقال كيبيع الزيت وداير حانوت ولكن شنو كيبيع معاه الحشيش لداخل ها هو الشفنج ها هي واجهه تبيض شنو هي العبره؟ واذا النص هنا شنو كيقول لك المشرع؟ واضح عسميت كلوطي صافي ولا ولا حولتي الوكر الدعارة وضحك عليا انا؟ ايوا صافي اذا هذا النص نحيدوه. ايوا هذو الفنانة اجيا دابا انا كندير وكر الدعارة انا عطيتكم على مثال كندير وكر الدعارة راقية المخزن هيجي عندي وكر الدعارة علاش اخويا وانا وزير العدل قال لك بلا لي زوطيل ونمشي لعند السلطات ونقول باغي ندير اوتيل وندير وكر الدعارة وسميتو اوتيل على البسطو كاع النقاش. ايوا هذا اذا كي غنديروا في هذا النص؟ يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبالغرامه من 5000 الى 1 مليون درهم كل من اعد او ساهم في اعداد وكر للدعاره او البغاء او الفساد. شنو هو الوكر؟ وكر وراه
اوطيل فيها 20 شومبر وراه واحد الوكر عندي في شي بلايصه وكر كيدخلوا وانا محمي عندي وانت ما انت قلت انت كسلطه مغربي هذيك كيقول العباد في البلاد نقول لكم المغاربه دابا راه اخطر حاجه هو ان الشخص ولا الوزير ملي كيولي يخلط بين رايه وبين اختصاصه دابا انت شكون السي وهبي باش تقول هذا الكلام شكون انت عشيت المغاربه شحال هذا الكلام خطير عاد رجع لنا صافيكم لما رجعوا سمعوا هذا الشيء اللي قال وهبي راه قلتوا شو سمعوا سمعوا المغاربه سمعوا وثيقه من شي مواطن راه كتمثلوا بحياته الخاصه بعدا بدا بلاتي حياته الخاصه اش قال قال لك ملي كتطلب وثيقه من دابا انت هادي ما كتسماش حياه خاصه نوريكم فين هي خطيره جدا وكندوزتها ولكن مزيان نعاودها شنو قال ديك المره قال لك كنعرف التقاشر ندير لك سمعت شو قال له قالوا انا وزير عدل مؤسسه كلها كتشتغل معايا وكنعرف التقاشه اللي تحضر لك اللي لابس انت بيكاسوس قالوا بيكاسوس ما عندناش تجسس هو قالوا والخطره فين كاين اش قال دابا في الفنادق نعاودوا الفنادق سمعتوا كاين شي سعر التقاش سمع الفنادق وثيقه من شي مواطن راه كتمثلوا بحياته الخاصه وملي كتشوف التقشيره ملي كتدخل تعرف التقشيره مسيتي الحياه الخاصه ولا السي وهبي الى مول لوطيل قال لهم اعطيوني عقد الزواج انسجاما والفصل 501 من القانون الجنائي وانسجاما والفصل الثالث من الدستور كتعتبروا تطاول على الحياه الخاصه وانت ملي كتمشي تقلب تقشيره شخص كتقيس الحياه الخاصه ولا لا الحياه الخاصه لان في اسرار الحياه الخاصه الا ما كاينش كينص على القانون الا طلبتي بها دابا انت كينص عليك القانون تعرف تقاشر مخالفه لان دخلتي الحياه الخاصه بس كتدخل ليها وانت دخلتي التقاشر انا نقول لكم مثلا المراه اللي كتكون غضبانه ولا مخصصه على عين هذا الشيء راه سمعته فين وجه الخطوره الاخرى تصوروا المغاربه شنو قال قال لك انا كوزير عدل كان كنشتغل معايا المؤسسات ديال الدوله ومسؤول على الامن هو وزير عدل الخطوره في كاين هو ان لغدا كيخرج موقع الكتروني احد المواقع الالكترونيه ما عقلتش فين كنت قريتها شي موقع من هذه المواقع المغربيه وقال لك اكد صاحب هي وحده فندقيه معروفه في فاس ليقول ان المصلحه الولائيه للاستعلامات العامه بولايه امن فاس اشعرت اصحاب الوحدات الفندقيه بالمدينه ان عقد الزواج تم الاستغناء عنه بشكل نهائي وقال المصدر نفسه ان مسؤول امني بالاستعلامات العامه بعث لمدراء المؤسسات السياحيه بالمدينه رساله نص قصيره على الواتساب يخبرهم فيها ان تقرر الاستغناء عن الادلاء بعقد الزواج مؤكدا في ذات السياق انه ممكن للمراه او الرجل ياخذوا غرفه ويلي 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 يا العدا وعلى بلاد واش كتعرفوا المغاربه هادشي شحال صعيب واش بصح دابا الوليد فاس دارت هادشي هذا راه قمه صافي سالينا هنا سالينا علاش سالينا نقاش بحال هذا كنحسموا به بامرين دابا عرفتي اش دار الوزير فوق السلطه التشريعيه وفوق السلطه القضائيه هنا راه خص حكم قضائي خصنا محكمه النقد تقول لنا واش يطلب ولا ما يطلبش ملي كيكون خلاف ونزاع خص مواطن مغربي يمشي للوطيل ومول الوطيل يقول له اعطيني عقد الزواج عاد دخل ومول هذاك المواطن خصو يمشي يدعي شكون اللي كيبت في النزاعات هو القضاء دابا وزير العدل بت في النزاع ولا قاضي جوج ملي كيكون عندك هنا سير دير النص خرج قانون خرج قانون انت كحكومه سير سيدي دير واحد القانون فيه لا يجوز لمستخدمي الفنادق ان يطالبوا الزبائن بعقود الزواج اعطيها لي قانون اما اعطيها لي قانون او لا اعطيها لي او لا خلق قضائي دابا الخطوره فين كاين وزير العدل البرلمان والاستعلامات العامه هبطت كتنفذ لا يوجد القانون مشروع برلمان ولا يوجد القضاء اذا وزير العدل كيحكم في الاستعلامات العامه اذا وزير العدل كيعرف تقاشر وزير العدل الى هضرت عليه بشي 4 سنين وزير العدل اللي هضر في البرلمان الاستعلامات العامه كتفاعل معاه لهذه الدرجه وصلنا لهذه الدرجه وصلنا في المغرب واش المغاربه كتعرفوا هادشي شحال خطير ولا ما عارفينش شحال خطير واش المغاربه كتعرفوا هادشي خطير شحال خطير شو هاد الفصل ديال 501 خصني نولي نعاودو بعدا لاهميته
يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 درهم كل من أعد أو ساهم في إعداد وكر للدعارة أو البغاء أو الفساد أو ساهم في استغلال. أنا بغى نختم بواحد الفكرة مع السي أنا والله السي وهبي شوف عشنو كيقولوا أيام كدايزة والله السي وهبي أيام كدايزة إيش حال الوزارة دازوا وإيش حال رؤساء الحكومة دازوا عشنو هو الأثر اللي عتخلي شهد الشي اللي قلتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وهاد الهجوم وهاد التشتت وهاد الرغبة في الخنقة تاع عندك بلادك كيمشي بربع سنين على صورة وعلى الرأي وعلى انتقادة سيدي وخا يكون قاسي عندك السيد مشى في 5 سنين على تدوينة عندك السيد في قنيطرة عام ونص على تدوينة الاخر عاود ثاني على فيديو عام ونص الاخر عاود